بكلمة واحدة، إن لم ترد إيران على إسرائيل بشكل مباشر عبر استهداف حيفا، تل أبيب، سميها ما شئت، مناطق هذه المناطق، أو تستهدف مثلما توعدت السفارات الإسرائيلية، إيران سوف يعني الأمر يتأكد. نحن بالنسبة لدينا إيران نعلم بأنها تستخدم الآخرين، ولكن سيتأكد بأن إيران هي فقط تتحدث إعلاميا وهي غير قادرة على المجابهة التي قالوا عنها بأنها مواجهة مقدسة وأنهم قادرين على أن يمحوا إسرائيل على وجه الأرض. لذلك أقول بأن إيران الآن يتحتم عليها الرد بناء على الاستهداف قيادات ما تعرف بمحور المقاومة أو قيادات الحرس الثوري الإيراني في العاصمة السورية دمشق. ما دون ذلك تكون إيران قد يعني انهارت أو سقطت ورقة التوت عن الإيرانيين أمام جمهورهم وليس أمامنا.